الثالثة بتوقيت القدس الشريف، الظهيرة من الميادين وفيها وصول قافلة مساعدات إلى دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، وتظاهرات في حمورية وكفر بطنة تطالب بخروج المسلحين. واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. أنقرة تعلن وصول قواتها إلى حدود عفرين، واشتباكات عنيفة مع وحدات الحماية قرب ناحية بلبل. الاحتلال يقمع فلسطينيين احتجوا على تنظيم ماراثون إسرائيلي في القدس القديمة، ومستوطنون ينصبون خيما حول الحرم الإبراهيمي بالخليل. ترامب يلتقي كيم جونغ أون قبل أيار مايو المقبل، ويقول إن العقوبات مستمرة حتى التوصل إلى اتفاق. الصين ترى أن رفع رسوم الجمركية الأمريكية هجوم غاشم، اليابان تحذر من تدهور العلاقات، واجتماع أوروبي أمريكي غدا. نتابع في الظهيرة أيضا، طهران تجمع مدن إيران وقومياتها في مهرجان تراثي ضخم يوثق تنوع البلاد. مرحبا بكم. دخلت قافلة مساعدات تضم 13 شاحنة إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق. المتحدث الإقليمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر رالف الحاج أكد وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى دوما، وأنه يجري توزيع المساعدات على أكثر من 12 ألف شخص. نؤكد أن وصلت قوافل وشاحنات اللجنه الدوليه للصليب الاحمر بالتعاون مع الهلال الاحمر العربي السوري الى لقطه التوزيع في داخل دوما، واليوم يتم توزيع هذه المساعدات الاغاثيه، وهي طبعا كافيه لاكثر من 12 ألف شخص. طبعا نتمنى بان تستمر عمليات توزيع وايصال المساعدات الاغاثيه الى دوما وغير المناطق في الغوطه الشرقيه في الايام المقبله. نحن على تواصل مع كل الاطراف ونطلب منهم توفير لنا الضمانات الأمنية وكل المستلزمات لكي نستطيع إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن في الأيام القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله. انضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مدير قسم العمليات في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري سيد تمام محرز. مرحبا بكم سيد محرز. أسألك بداية عن طبيعة هذه القافلة، هي استكمال لقافلة الاثنين ما تعذر من إفراغ حمولتها، ولو توضح لنا كيف تم عملية الوصول وهل تم توزيع هذه الحمولة؟ القافلة هي صحيح هي استكمال القافلة السابقة، كانت عبارة عن 46 شاحنة، تم تفريغ الجزء الأكبر منها وبقي حوالي 14 شاحنة لم تفرغ، جزء منها كان مفرغ جزئي والآخر كان بعده كامل. اليوم دخلنا لاستكمال هذه القافلة وحاليا الفرق موجودة بالداخل وتتم عملية التفريغ والتوزيع. عادة بيصير الدخول بالتنسيق وفق موافقات تمنح من اللجنة العليا للإغاثة ضمن خطط شهرية، وبصير التنسيق مع كل الأطراف وخصوصا اللجنة العليا لتأمين العبور والوصول لتفريغ هذه المواد. يدوم نحن لدينا شعبة ويقوم المتطوعين بالاستلام والتوزيع المباشر للأهالي. طيب سيد محرز، عملية توزيع المساعدات هذه أنتم ستشرفون عليها أم أنه بالتنسيق بالجهات الثلاثة التي أشرفت بالأساس على هذه القافلة منذ بدايتها؟ من هو المخول بتوزيع هذه المساعدات وإيصالها للمحتاجين؟ عملية دخول المساعدات بتم تقديم المساعدات من الشركاء اللي هن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بهالحالة، وفي حالات أخرى شركاء آخرين. نحن بوجودنا في عنا فوق 125 متطوع موجودين حاليا بشعب الدوما، فبتم التوزيع بالإشراف المباشر لنا وبالتنسيق مع كل الفعاليات حتى الأهلية الموجودة بالداخل. عن هذه الفعاليات أسألك بضمان وصولها، بمعنى هل أنتم تستطيعون بالنسبة للشعب التي تحدثت عنها موجودة حيث مكان وصول تلك القافلة للعمل في الظروف الميدانية الموجودة، أم أن الأمر مخول أو مرتبط بجمعيات أهلية كما وصفتها، وإلى أي حد يمكن متابعة فعلا سير حسن وبالتأكيد وصول المساعدات إلى من يحتاجها؟ طبعا النسب تتفاوت حسب قدرتنا على التحرك والسيطرة، ولكن نحن منذ زمن ليس بقليل صرنا نشرف بشكل مباشر، وما نستلمه كهلال نوزعه كهلال. بصير التعاون والتنسيق من باب السؤال والمعرفة في حال وجود محتاجين بأماكن نحن ومنعرف فيها، أما المسؤول بشكل مباشر بيكون نحن. نسبة السيطرة تتفاوت حسب المنطقة حسب قدرتنا على التحرك،
وفينا نقول انه نحن بنسبه كبيره هلا، خصوصا الاسلوب المتبع حاليا انه هو التفريغ والتوزيع المباشر للاهالي بالاحياء الموجودين فيها. طيب سيد محرز، هذه هي الخطه الوحيده فيما له علاقه، او حاليا لا ادري اذا كنتم تتواصلون مع كل الاطراف، ولكن بما له علاقه باطار عملكم والجهات ايضا المعنيه الاخرى، هذه هي الخطه الوحيده التي اتم يعني تم اتمامها اليوم، ام انه في اطار لمسارات اخرى وخطط اخرى في اطار تقديم الدعم الانساني؟ هلا نحن من اول هذا الشهر عملنا هي القافله تعتبر رقما ثلاثه وفعليا على الارض اربعه، يعني نحن دخلنا وصلنا الى منطقه عفرين باول هذا الشهر، ووصلنا الى الدار الكبيره في ريف حمص الشمالي ودوما اول مره وهلا ثاني مره. بعفرين اوصلنا مساعدات لاكثر من 50,000 شخص، بمنطقه الدار الكبيره وصلنا لحوالي 33,500، وبدوما هلا كمساعدات اغاثيه وغذائيه ل 27,500، ومساعدات طبيه وادويه لما يقارب 70,000. طيب منظمه الهلال الاحمر لا تعمل لوحدها، ولكن بما انك يعني متحدث عنها اسالك بما له علاقه باطار العمل، سيقتصر العمل حالي خصوصا بما له علاقه بالغوطه الشرقيه التي تعنون الان على ما يبدو على انها في سلم الاولويات في الجانب الانساني حاليا في سوريا، يقتصر العمل فقط على ادخال المساعدات الانسانيه، ام انه يتسع وتتسع الدائره بما له علاقه بالتواصل مباشره مع المدنيين، المساهمه بخروج من يرغب، أو حتى تقديم الدعم للحالات الطبية أو الصحية؟ عمل منظمة الهلال هو دائما تحت راية تفويض عمل اللي هي الفئات الأشد ضعفا، فنحن جاهزين حتى بمراكز الموجودة، المعابر الإنسانية اللي هي مقترحة بنكون لنا تواجد دائما، بالإضافة لجهوزيتنا بالمراكز المقترحة لإيواء هذه العائلات في حال عدم وجود مكان آخر للذهاب إليه في حال رغبتهم بالخروج. على ما يتم تنفيذه من اتفاقيات بتكون منظمة الهلال هي المنفذ لهذه الاتفاقيات، ولا دور لنا بالتفاوض بشكل مباشر، ولا يوجد في يعني المنظور القريب ما له علاقة، إن كان يسمح بطبيعة الحال سيد محرز الإفصاح عن مثل هكذا معلومة، لا يوجد في مدى المنظور ما له علاقة بتنفيذكم لمثل هكذا توافقات إن كانت بالفعل تمت؟ عندما نطلب سنكون موجودين وننفذ ما يطلب مننا وفق تفويض عملنا ومبادئ عملنا، ممكن يكون قريبا ممكن بعد أيام، بغض النظر نحن دائما جاهزين، ونحن منذ أيام أيضا موجودين مو بس هلأ. يعني كل شكر لك مدير قسم العمليات في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري سيد تمام محرز، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق. قالت وكالة سانان الجماعات المسلحة أطلقت النار على سيارات تقل مدنيين أثناء محاولتهم الخروج من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني الذي افتتح من جسرين باتجاه المليحة. في غضون ذلك خرج العشرات من أهالي حمورية وكفر بطنة في الغوطة الشرقية مجددا في تظاهرات رفعوا خلالها العالم السوري مطالبين بخروج المسلحين. وتشهد حمورية منذ أيام خروج هذه التظاهرات في ظل استمرار منع المسلحين المدنيين من الخروج. مركز المصالحة الروسية أفاد بأن مسلحين في الغوطة منعوا المدنيين من مغادرة منطقة خفض التصعيد عبر استهدافهم بالقصف أو بعمليات القنص، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى. وقال رئيس مركز المصالحة أن السلطات السورية فتحت معبرا جديدا جنوب الغوطة بمنطقة جسرين المليحة، وكشف أن المسلحين أطلقوا خلال يوم واحد فقط 18 قذيفة نحو أحياء دمشق، ما أدى إلى جرح مدنيين اثنين. وبالتزامن مع تضييق الخناق على الإرهابيين في الغوطة، استهدفت جبهة النصرة قريتي كفريا والفوعة في ريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى استشهاد طفلتين. ناشطون في المنطقة أفادوا بأن المسلحين بدأوا بقصف بلدة الفوعة ظهر الخميس من جهة بلدة بنش بعشرة القذائف المعدلة والشديدة الانفجار. القاضي الشرعي السابق لهيئة تحرير الشام السعودي عبد الله المحسني أشاد بقصف المسلحين بلدتي الفوعة وكفرية وقتل عدد من المواطنين بينهم أطفال، وأضاف عبر قناته على تيليجرام أن على المسلحين وقف القتال والتوجه إلى قصف وتدمير بلدتي كفرية والفوعة المحاصرتين في ريف إدلب ردا على تقدم الجيش السوري في الغوطة الشرقية. إلى تطورات الهجوم التركي على عفرين، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عفرين تحت الحصار التركي وأن دخول وسط المدينة أصبح وشيكا. وكانت وكالة الأناضول قد قالت أن الجيش التركي والمقاتلين التابعين لأنقرة وصلوا إلى حدود المدينة. وفيما تتواصل الاشتباكات في قرية بخجة التابعة لناحية بلبل، أصيب 3 أشخاص بجروح في ساريكانيا نتيجة القصف التركي على حي المحطة.
لنقترب أكثر من المشهد في عفرين، ينضم إلينا مراسل الميادين محمد الخضر. محمد، ضعنا في صورة واقع التطورات الميدانية في عفرين وما دقة ما تقدم به الرئيس أردوغان. عفرين محاصرة والدخول عليها بات وشيكا. نعم رامي، مساء الخير. نحن أولا في قرية مريمين الواقعة إلى الشمال الشرقي من عفرين على محور شيران. كانت الإعلام التركي أو المصادر التركية تتحدث عن سيطرة الجيش التركي وقوات درع الفرات على هذه القرية. نحن نتواجد في منتصف هذه القرية كما ترون، تبعد خطوط الجبهة حوالي 3 كيلومترات وأكثر باتجاه منطقة المزرعة وكفر جنة على هذا المحور تماما باتجاه الشمال، حيث يخوض المقاتلو قصد والوحدات الحماية اشتباكات عنيفة مع مسلحين تابعين لدرع الفرات على هذا المحور. هذه تقريبا المناطق أو تحديدا منطقة كفر جنة هي أقرب نقطة وصل إليها الجيش التركي ودرع الفرات، أقرب نقطة أعني لعفرين، وهي تبعد حوالي 13 كيلومترا أو أقل بقليل. في الواقع يعني هذا الكلام عن محاصرة عفرين حتى الآن هو بعيد، إنما هناك خشية مثلا من استهدافات باتت تطال المدينة بالمدفعية وبقذائف الهاون، وبالأمس شهدنا استشهاد 3 أطفال مباشرة بقصف مدفعي طال حي ترندا، وهو حي يقع إلى الجنوب تماما من مركز مدينة عفرين. عدا ذلك في الواقع هناك أمور تتصل بالخدمات الحياتية اليومية وخصوصا مرفق المياه، مياه الشرب، بعد سيطرة المسلحين والجيش التركي على سد ميدانكي أو سد 17 من نيسان. هذا أقصى حد في الواقع لهذه العملية العسكرية. عدا ذلك الاشتباكات في مناطق متطرفة كجنديرس حوالي 20 كيلومتر. ماذا عن جنديرس محمد؟ سامحني على المقاطعة، ماذا عن جنديرس؟ لأنه بالأمس كان المشهد الأكثر دراماتيكية أو تطورا في جنديرس، كيف يبدو الوضع الآن؟ كيف تغير عما رصدته لنا بالأمس؟ صحيح، دوما يعني الاتراك ودرع الفرات عندما يتقدمون في اي منطقه يعلنون فورا السيطره الكامله على هذه المنطقه. جنديرس هي مثال حي ونموذج لهذا الامر. هناك غارات جويه كانت كثيفه، استهداف الطيران المروحي لطرق الامداد للوحدات الحمايه، هروب للمدنيين، نزوح منها تقدم فيها الجيش التركي ودرع الفرات، هذا امر مؤكد وتتحدث عنه وحدات الحمايه اصلا. لكن هناك مقاومه في الواقع في القرى والمناطق التابعه لهذه المنطقه، اي ان وحدات الحمايه قوات تقوم بأسلوب معارك أو تكتيك بمجموعات من 3 إلى 5 مقاتلين يستهدفون تحركات الجيش التركي أو المجموعات الموجودة من درع الفرات في تلك المنطقة. هذه المنطقة تبعد حوالي 20 كيلومترا إلى الغرب، الجنوب الغربي من عفرين، ولا تزال اشتباكات في محيطها يعني مشتعلة حتى هذه اللحظة، مع دوما استهداف بسلاح الجو من قبل الأتراك بشكل مركز على القوات المدافعة عن تلك المناطق. بالنسبة لهذه الاشتباكات على أي أساس تدور؟ ما هي الخطة أو الاستراتيجية؟ طبعا ما يمكن أن نفصح عنه بالنسبة لوحدات حماية الشعب في وجود سيناريوهات متعددة، طالما المشهد يختلف وأنت تتحدث أنه على بعد 13 كيلومترا تبدو القوات المدعومة تركيا عن عفرين تبعد. نعم، يعني قبل قليل في هذه المنطقة كنت أتحدث إلى أحد الكوادر المقاتلة في هذه المنطقة يتحدث بشكل واضح أنه يعني لا مجال لترك ولو متر واحد من هذه الأرض، سوف يقاتلون حتى آخر رمق، يعني هذا بالمبدأ العام. في التفاصيل في الواقع يعني هناك ضغط عسكري أحيانا يجبر بعض الوحدات لمغادرة تلك المناطق الانسحاب منها، لكن هذا الانسحاب هو انسحاب إلى مناطق قريبة ثم المناوشة والاشتغال بجبهات أو بقوام مقاتل من 3 إلى 5 مقاتلين يربكون الوحدات المتقدمة. النقطة الأخطر والأهم هي سلاح الطيران الذي أدى مفعوله وأدى إلى سيطرة الأتراك في الواقع على 5 بلدات هي الأساسية على طول هذه الحدود. يعني نحن نتحدث كما تعلمين من بلبل إلى راجو إلى الشيخ حديد إلى جنديرس وشيران على هذا المحور على بعد 13 كيلومترا، إنما سلاح الطيران هو الذي لعب دوره في سيطرة الأتراك عليه. كل الشكر لك محمد الخضر على مروحة المعلومات والمعطيات التي وافيتنا بها مباشرة من مريمين بعفرين. إلى العراق، حيث أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرسوما لتسوية أوضاع المنتسبين إلى الحشد الشعبي، ويقضي المرسوم بمساواة رواتب ومخصصات مقاتلي الحشد مع تلك العائدة للجيش العراقي، كما يحصل المقاتلون على الكثير من حقوق أفراد الجيش وتطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية على أن يجري قبولهم في الكليات والمعاهد العسكرية.
في غضون ذلك تتفاعل المواقف العراقية بعد إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن العملية العسكرية المشتركة مع بغداد ضد الكرد. النائب العراقي محمد ناجي أكد للميادين أن الدستور العراقي لا يسمح بأن يكون العراق ساحة اقتتال بين تركيا وأي طرف آخر. ليس من مصلحة العراق أن يكون ساحة اقتتال واحتراب بين دول الجوار ومعارضيها. نحن لدينا دول جوار ولديها مشاكل مع الأخوة الكردستانيين، وإذا ما سمحنا لطرف سيطالبنا الطرف الآخر، الدولة الأخرى والدولة الأخرى، وهكذا سيكون العراق حلبة صراع لتصفية النزاعات لدول الجوار، وهذا ما يشكل خطرا حقيقيا على العراق. ولذا نحن نؤكد أن ليس من مصلحة الأمن القومي العراقي هو السماح لأي قوة بشن عمليات عسكرية على أراضيها. في أرضنا المحتلة فلسطين، قمعت قوات الاحتلال عددا من المقدسيين الذين حاولوا تنظيم ماراثون للركض مضاد للماراثون الإسرائيلي الدولي والذي نظمته بلدية القدس حول أسوار القدس القديمة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت انطلاق ماراثون الاحتجاج الفلسطيني، اعتقلت عددا من الناشطين المقدسيين وصادرت ملابس الماراثون الفلسطيني. وفي الخليل، أفاد مراسل الميادين بأن مستوطنين نصبوا خيما حول الحرم الإبراهيمي في خطوة غير مسبوقة. وزارة الأوقاف طالبت بإزالة الخيم فورا لأنها قد تتسبب بأزمة كبيرة. من القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة الميادين هناء محميد. هناء، أبدأ معك بهذا التطور، يعني غير المسبوق بالنسبة لنصب خيم من المستوطنين حول الحرم الإبراهيمي. كيف يبدو المشهد الآن وماذا تغير عليه؟ نعم، يعني بالفعل يعني الحرم الإبراهيمي في الخليل يتعرض طوال الوقت عمليا لمحاولات احتلال السيطرة أكثر فأكثر عليه من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين يتمددون أكثر فأكثر أيضا في مدينة الخليل، والتي تعاني يعني أجزاء كاملة من هذه المدينة من حصار كامل عمليا وعملية عزل كاملة بسبب الاحتلال الإسرائيلي وبسبب الحواجز الإسرائيلية، ومنها أيضا الحاجز العسكري الموجود عند مدخل الحرم الإبراهيمي. وفي هذا السياق نذكر بأن الحرم الإبراهيمي أيضا قد قسم إلى قسمين، يعني هذا المسجد المهم بالنسبة للفلسطينيين وبالنسبة للمسلمين تم تقسيمه إلى قسمين، واحد منه حول إلى كنيسة. صباح هذا اليوم يعني تواردت أنباء عن إقامة المستوطنين خيام في محيط الحرم الإبراهيمي، وهذا بالفعل يعتبر تطور كبير يعني وخطير بالنسبة لكل العمليات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون. لا ندري إن كانت هذه يعني الخطوة هي خطوة دائمة أم أنه يعني كان هناك نوع من النشاط بالنسبة لهؤلاء المستوطنين ويتراجعون أدراجهم، ولكن من المعروف أن المستوطنون في الخليل يحظون بدعم عسكري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا دعم حكومي إسرائيلي كبير وواسع. وبطبيعة الحال نشاهد يعني خطوات أقل ما يقال عنها راديكالية بدأت تبرز ما بعد قرار ترامب حول القدس. وأسألك وأيضا عن القدس بما له علاقة بالماراثون الإسرائيلي، طريقة التعاطي والماراثون الفلسطيني المضاد، على ماذا خلص المشهد؟ يعني داميا الماراثون الإسرائيلي هو الثامن عمليا الذي تقوم بتنفيذه بلدية القدس، وهو ماراثون دولي شارك فيه أكثر من 30,000 متسابق إسرائيلي وأيضا من العالم الإسرائيلي وبلدية القدس التي هي تعتبر البلدية الأكثر يعني تهويدا ويمينية على مستوى السياسات الكبرى التي تحاك ضد الفلسطينيين. هي تعمد وتعمل بشكل مستمر عمليا لتهويد المشهد في مدينة القدس، المشهد التاريخي والمشهد السياسي والمشهد الاجتماعي من كل النواحي. وبالتالي هي تقيم على مدار العام مجموعة من النشاطات العالمية ذات الطابع العالمي، نعم، التي من خلالها تحاول جذب أنظار العالم إلى القدس الإسرائيلية أو القدس اليهودية. وهذا العام يعني يحتفي
الإسرائيليون بمسألتين. واحدة يعني هي 70 عاما على إقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد يعني أشهر قليلة ذكرى النكسة 70، وبالتالي كل النشاطات الإسرائيلية تقام تحت هذه المظلة على وجه التحديد، وأيضا 3000 عام على يعني مملكة داود، ما يسمونها مملكة داود التوراسية. بالتالي هذا النشاط التهويدي كان له صدى بالنسبة للمصريين، حاول بعض المصريين التصدي له من خلال إقامة ماراثون مضاد، ولكن طبعا قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بصنعهم حتى قبل الانطلاق في هذا المرة. كل الشكر لك يا هناء محميد على هذه التوضيحات، مراسلة الميادين كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة. أعلن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جايسون غرينبلاد عقد مؤتمر في واشنطن بشأن غزة، سيبحث كيفية تطوير الاقتصاد مع الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية المصرية والإسرائيلية وفق تعبيره. وفي مقال له في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قال غرينبلاد إنه يجب عدم السماح لحماس بالمشاركة في أي حكومة مقبلة في حال عدم التزامها شروط رباعية الدوليون، بينها الاعتراف بإسرائيل فضلا عن إعادتها الجنود الإسرائيليين لديها. وقال إنه أمام الفلسطينيين في غزة فرصة لرفض ما وصفها بسياسات حماس الفاشلة. آلاف الصواريخ التي ستنهال على إسرائيل وحضور قوات أمريكية لمساعدتها على مواجهة تحدياتها وعلى رأسها حزب الله، خلاصة المناورات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة والتي بلغت ذروتها في اليومين الماضيين. منال إسماعيل. بعد أيام على بدئها، بلغت المناورة المشتركة الكبرى بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي جينيفر كوبرا 2018 ذروتها عبر محاكاتها سيناريو لم تشهد إسرائيل مثيلا له. آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية في الوقت نفسه تنهال على إسرائيل من إيران وسوريا ولبنان وقطاع غزة. المناورة التي يشارك فيها 2500 جندي أمريكي وأكثر من 2000 جندي إسرائيلي تضمنت التدرب على 3 سيناريوهات أساسية: صليات نارية واسعة، سلاح أكثر دقة، ومواجهة على جبهات متعددة. الجيش الإسرائيلي يتدرب هذه الأيام على أحد أكثر السيناريوهات تعقيداً، إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف من 4 جبهات مختلفة، إيران وسوريا وحزب الله وحماس، وهي أحداث سيجري التوجه خلالها لطلب مساعدة أمريكية. الهدف الأساسي للمناورة يتمثل في التدرب على وصول جنود أمريكيين في حال الطوارئ لمساعدة إسرائيل على مواجهة هجوم صاروخي من جهات متعددة ولا سيما حزب الله. عند إصدار الأوامر ستنشر القوات الأمريكية في إسرائيل وستحارب إلى جانب القوات الإسرائيلية سعيا لحماية إسرائيل من إطلاق النيران غير المباشر. وفيما تضمنت المناورة نشرا عملانيا واسعا لمنظومات الدفاع الجوي المختلفة في إسرائيل كالباتريوت والقبة الحديدية ومقلاع داود، والتدرب على إنزال قوات مارينز على الشواطئ الإسرائيلية بواسطة حوامات، والقتال في أماكن مبنية فوق الأرض وتحتها، قدر ضابط إسرائيلي أن ما يجري التدرب عليه سيحصل في الواقع، وهذا الأمر هو ما يقلق الجيش الإسرائيلي كثيرا. مستمرون بتقديم الظهيرة، أبرز ما فيها بعد الفاصل. صناعة السيوف والخناجر الدمشقية تزدهر في وزيرآباد في باكستان. أهلا بكم من جديد في الظهيرة من الميادين، حيث كشف مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في أيار مايو المقبل. اللقاء التاريخي المفترض لم يحدد له مكان لانعقاده حتى الآن. موسى الدراني. لقاء تاريخي من المتوقع أن يجمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالية كيم جونغ أون وجها لوجه في شهر أيار مايو المقبل.
مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ يو يونغ قال إن بيونغ يانغ ستلتزم نزع أسلحتها ووقف أنشطتها النووية في المستقبل. نأمل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وتحقيق سلام دائما من خلال تعزيز العلاقات بين الكوريتين. سنجري محادثات معمقة مع بيونغ يانغ من أجل بدء حوار بين بلدينا وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إضافة إلى المجتمع الدولي. ترامب عقب على الإعلان بتغريدة على موقع تويتر رحب فيها بتعهد الزعيم الكوري الشمالي التخلي عن الأسلحة النووية، مؤكدا استمرار العقوبات على بيونغ يانغ حتى يجري التوصل إلى اتفاق. أول ردود الفعل جاء على لسان عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي لينزي جراهام الذي حذر من نجاح اللقاء وفي الوقت نفسه المناورة عليه، مؤكدا أن تلك الخطوة ستكون نهاية النظام في كوريا الشمالية. من جهته دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بيونغ يانغ إلى إجراء محادثات على أساس مبدأ نزع الأسلحة النووية. اللقاء المرتقب بين ترامب وكيم هو ثمرة للتعاون بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ويرمي إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط حتى تتخذ بيونغ يانغ خطوات ملموسة لنزع السلاح النووي بطريقة مثالية لا رجعة فيها. وزير الخارجية الروسي رحب باللقاء ووصفه بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح معربا عن أمله بأن لا ينتهي اللقاء بمحادثات فقط. نعتقد أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، هناك حاجة ملحة لتسوية الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، كما نرحب أيضا بعقد مؤتمر قمة بين سول وبيونغ يانغ في نيسان أبريل المقبل. اللقاء إذا جرى فسيمثل نقطة مفصلية في السياسة الخارجية الأمريكية برغم أن المدة الزمنية الفاصلة عن انعقاده قد تشهد حدوث مفاجأة يبدو أن الطرفين الأمريكية والكورية الشمالية لا يريدانها حتى الآن. أنا من واشنطن مدير مكتب الميادين هناك منذر سليمان. منذر، على ما يبدو لسنا نحن فقط المتفاجئين من إعلان مثل هكذا لقاء مرتقب. وزير الخارجية الأمريكي بما صرح فيه بالأمس بأنه اللقاء يعني حوار مباشر سيكون بعيد المدى، واليوم قال بأنه هذا قرار ترامب الشخصي. من جرى الآخر إلى طاولة الحوار؟ لدينا معلومات؟ يعني بالتأكيد كوريا الجنوبية لعبت دورا أساسيا، وكما تفضلت أنه حتى في الإيجاز الذي قدمه مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي لم يكن حاضرا وزير الخارجية، والذي كان قد صرح قبل ساعات بأنه سيكون هناك مسافة زمنية لأي اتصال مباشر بين أمريكا وكوريا الشمالية. إذن هناك عدة عوامل لا شك لعبت دور في الوصول إلى هذه الحالة: موقف الرئيس الكوري الجنوبي ودور كوريا الجنوبية، الموقف الصين ربما ليس على المسرح بشكل واضح، ولكن الصين أيضا مارست ضغطا ومارست أيضا دورا في علاقتها الطبيعية مع كوريا الشمالية. الموقف الآخر هو تأثير الضغوط الاقتصادية والعقوبات بالفعل بشكل ملموس على وضع كوريا الشمالية. يضاف إلى ذلك عامل آخر وأساسي هو إلى حد ما استكمال كوريا الشمالية لمعظم التجارب الصاروخية والنووية التي ترغب في تحقيقها لإظهار مقدار قوة تستطيع القول بأنها في موقع أقوى. لذلك جملة من العوامل. طبعا ترامب يستطيع أيضا إظهار أنه هو بسبب موقفه المتشدد وبسبب التصريحات النارية حول الغضب والنار الذي ستواجه كوريا الشمالية والاستهزاء بالرئيس الكوريا الشمالية، كل هذه العوامل قد يقول أنه يستطيع القول بأنه أيضا له دور وكانت سببا في الوصول إلى هذه الحالة. ولكن كما ورد في التقرير هناك نقطة تتعلق بموضوع التحفظات، بمعنى أنه لا تزال هناك مسافة زمنية لأنه لا يزال هناك رغبة في الاتفاق على الموعد التفصيلي للقاء وعلى مكان اللقاء، لأن هذه أمور أيضا وإن كانت لوجستية ولكنها أمور جوهرية وأساسية في المظهر الذي ستظهر فيه هذه الأمور. يضاف إلى ذلك التحفظات الداخلية في الولايات المتحدة من الحزبين حول أن يغامر ترامب بوضع الرئاسة في موقع حرج بأن يستدرج من قبل الرئيس الكوري الشمالي، ولكن كوريا الشمالية لا تمنح أي شيء جديد
على الطاولة. تويتر دائما وجهتنا لنعرف كيف يفكر ترامب، لأنه يصرح هناك. آخر ما صرحوا بأنه لا تجارب صاروخية لكوريا الشمالية في الفترة المقبلة، هذا ما قاله بعد الإعلان عن اللقاء المرتقب الذي ربما يعقد وربما لا يعقد بنظر التجارب السابقة بين البلدين. هل لدينا صورة واضحة عن حجم التنازلات التي يمكن أن تقدم من الطرفين استنادا لما قاله ترامب عبر تويتر؟ يعني الولايات المتحدة تقول بأنها ستستمر في فرض العقوبات والضغوط وأنها لن تقدم أي تنازلات. الذي يظهر أنه بعض أو نوع من التنازل المبدئي، أولا الاستعداد لمناقشة موضوع نزع السلاح النووي من منطقة شاملة وليس فقط من كوريا. هذا يعني أن الولايات المتحدة لديها تواجد نووي أيضا، أسلحة نووية، وبالتالي هذا الموضوع سيكون مطروحا. هناك حديث بأن هذه مباحثات وليست مفاوضات. معنى ذلك أن تجميد كوريا، يعني سبق وأنا أشرت، تجميد كوريا قد يبدو على السطح، تجميد للتجارب الصاروخية والنووية قد يبدو نوع من التنازل، لكن بالفعل عمليا هو ليس تنازلا، لأنه ربما أن كوريا الشمالية قد استكملت العديد من التطورات النوعية في مجال الصواريخ البعيدة المدى وفي مجال التجارب النووية. لذلك سيبدو أنه نوع من التنازل، ولكن عمليا هو تجميد لهذه التجارب وليس تخلي، لرؤية كيف ستكون هذه بالضبط. وفي حال أن المباحثات والجدول الذي يتم وضعه، وبالطبع سيتم وضع آلية للتفاوض حول الصيغ النهائية، وبالتالي من هنا أن موقف كوريا الشمالية ليس موقفا ضعيفا، بالعكس اللقاء بين ترامب والرئيس الكوري الشمالي يعني أن هناك نوع من الموازاة، نوع من المساواة إلى حد ما بين موقف كوريا الشمالية والموقف الأمريكي. هذا الحدث إن تم هو حدث مهم سنتابعه بكل تأكيد. شكرا جزيلا لك مدير سليمان، مدير مكتب الميادين في واشنطن، حدثتنا مباشرة من العاصمة الأمريكية. الأزمة الخليجية إلى مزيد من التأزم بعد التصريحات الحادة بين قطر والسعودية التي أججت نار الخلافات والتي كانت قد اندلعت قبل مدة. بيسان طراف، أهلا بكم. الأزمة الخليجية إلى مزيد من التعقيد على وقع تصريحات وتصريحات مضادة، وجديدها دخول رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم عالم تويتر، معللا ذلك بأنه جاء نظرا إلى ما تشهده منطقة الخليج من توترات. وغرد بن جاسم قائلا: الكل يعلم أن هناك جيوشا مجيشة من كل الأطراف، وهي للأسف سخرت لهدم الكيان الخليجي وزرع الفتنة وبث الأكاذيب. التغريدات القطرية رد عليها مستشار الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني بالقول: حمد بن جاسم لم يستوعب حتى الآن أن زمن المجاملة والصبر على المراهقة السياسية والتصرفات العدائية قد ول، فنحن في مرحلة عنوانها الحزم والعزم. وأضاف القحطاني: حمد بن جاسم يتكلم عن الجيش الإلكتروني، من الذي منذ 21 عاما وهو يدفع المليارات لصناعة إعلامية متكاملة لهدم المنطقة؟ من يمول إعلام الظل؟ من الذي ثبت بالدليل القاطع بناؤه منظومة خلايا عزم الإلكترونية بأكثر من 70,000 حساب حتى الآن بأسماء وهمية سعودية؟ إشعال فتيل الأزمة الخليجية من جديد كان قد بدأ مع هجوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على قطر، منتقدا صغر مساحتها وقلة عدد سكانها الذي يوازي أقل من سكان شارع واحد في مصر، مضيفا أنه لا يشغل نفسه بها، مشيرا إلى أن المسؤول عن ملف قطر رتبته أقل من رتبة وزير في الخارجية السعودية. وأضاف بن سلمان: إن الأسلوب الأفضل للتعامل مع قطر هو أسلوب الولايات المتحدة مع كوبا، موقف سرعان ما رد عليه وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني، مشيرا إلى أن التصريحات المتكررة للمسؤولين السعوديين عن قطر تؤكد انشغالهم بها على عكس ما يروجون. وأردف آل ثاني: هناك دول كبيرة ولكن قلوبها وعقولها صغيرة وضيقة الأفق وتتآمر فقط
وتبث عدم الاستقرار في المنطقة. وفي رده على تشبيه الأزمة الخليجية بمعاملة أمريكا لكوبا، قال الثاني: ليست المسألة في تشبيه قطر بكوبا، بل في تشبيه السعودية بالولايات المتحدة واستخدام مصطلحات عفى عليها الدهر، ولست متأكدا أن أمريكا تتقبل مثل هذه الإجراءات التي استخدمت قبل 50 عاما ضد كوبا. إلى أفغانستان، حيث استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم تبناه تنظيم داعش في كابول. الشرطة قالت أن الهجوم الذي استهدف مسجدا نفذه انتحاري حاول أحد رجال الشرطة إيقافه، لكنه فجر نفسه ما أدى إلى استشهاد الشرطي وستة مدنيين. مهرجان للعشائر والقوميات في طهران للإضاءة على العادات والثقافات التراثية التي لاقى إقبالا شعبيا واسعا. أحمد البحراني وكب هذا المهرجان وعاد إلينا بهذا التقرير. في هذا المهرجان العشائري الضخم شمال طهران، شقائق واحدة من آلاف مثلن مدنهن وقراهن من مختلف أرجاء إيران. بالبرقع جاءت من أقصى جنوب البلاد من ميناء بندر عباس، حاملة معها قلقا ورسالة. البرقع والنقش والرسم بالحناء رسم متداول في المدن الساحلية الجنوبية، ولا سيما في ميناء بندر عباس، وبالتحديد في حفلات الزواج. لكنني قلقة على تراثنا، وأتمنى أن تكثر مثل هذه المهرجانات. نمط الحياة في عصرنا هذا يفرض ظروفا جديدة، وبرغم أنني أحبذ الاستفادة من آداب العشائر الأصيلة، لكنني أرى أنه أصبح من الصعب جدا تغيير سلوك سكان المدن بسهولة. عشرات العشائر من 440 مدينة من أقصى شمال إيران إلى أقصى جنوبها عرضت كل ما يلفت انتباه أبناء العاصمة من أزياء وصناعات يدوية إلى الأطعمة والحلويات إلى جوانب أكثر سخونة الموسيقى والطرب. إنها فرقة من القومية البلوشية، وهؤلاء من التركمان في خراسان الشمالية. في الجناح الأهوازي هذا الأجواء عربية بامتياز، وهو الأكثر إثارة للزوار. يصورون ما احنا جايين من دول الخليج، وعندما نقول لهم احنا من الأهواز ومن المحمرة ومن الفلاحية ومن الخفاجية ومن الحويزة ومن الحميدية ومن السوس ومن توستر وكل هذه المدن، يستغربون بأن عندنا جمعية هائلة من العرب في إيران وإحنا ما نعلم. كالفارسية والتركية والتركمانية والكردية والبلوشية واللورية والجيلكية والبختيارية، القومية العربية هي الأخرى تحاول الحفاظ على موروثها وهويتها في إيران، ولعل الفن خير سبيل إلى ذلك. رقصة تشوبي بالدجاجة والعقال، أجواء تراثية عربية أصيلة ليست معهودة في العاصمة الإيرانية. هنا الجميع يبحث عن الفرح والمرح وكل ما ينسيهم أزمات البلد والمنطقة والعالم. أحمد البحراني، طهران، لقناة الميادين. لا أعرف كيف استطاع أحمد البحراني أن يتمالك نفسه ولم يشارك في هذه الرقصة التراثية. وبحجم هذا التقرير شيق الخبر المقبل مهم جدا مشاهدينا، استمعوا إليه بعناية. حيث اكتشف علماء بمحض المصادفة أن دواء يدعى تايد جلوسب يستخدم لعلاج الزهايمر يمكنه أن يكون بديلا لعملية حشو الأسنان المصابة بالتسوس. ذكر موقع ساينس أليرت أن العقار أثبت فعالية من حيث العمل على إعادة نمو الأسنان المتضررة لدى فئران التجارب، ما يعني إمكانية استخدامه لعلاج تسوس أسنان البشر، وبالتالي استغناء عن فكرة حشو الأسنان. أنا متحمسة لهذا الخبر، لا أدري بالنسبة لي أليسار كرم، وأنا أنتقل إليها لمجدد. يبدو أنك تكرهين طبيب الأسنان راميا. تفضلي. شكرا لك يا راميا. أهلا بكم. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم مستثنيا منها كندا والمكسيك. ترامب أوضح أن الرسوم الجمركية سيبدأ سريانها بعد 15 يوما وسوف تكون مرتبطة جزئيا بالعلاقات العسكرية.
سنمتنع عن فرض الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك أثناء التفاوض على اتفاقية نافتا. سنظهر مرونة وتعاونا مع الدول الصديقة. سنراقب خلال 15 يوما من سيكون عادلا معنا ومن لا. الإعفاءات من الرسوم الجمركية ستكون مرتبطة جزئيا بالعلاقات العسكرية، إذ أننا سنبقى منفتحين على تعديل أو رفع الرسوم الجمركية للدول فرادى. نحن نخسر 800 مليار دولار سنويا بسبب التجارة. هذا مستمر منذ فترة طويلة والحال يجب أن تتغير. قرار ترامب أثار جملة من ردود الفعل المنددة حول العالم، والمزيد في هذا التقرير. مستقبل الثقة بالاستثمارات في خطر. مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قالت إنها ليست قلقة من التأثير المباشر للتعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، بل من إثارتها لسياسات مضادة، مؤكدة أن التجارة هي التي قادت التعافي الاقتصادي العالمي خلال الفترة الأخيرة، وأن السياسات الأمريكية قد تؤدي إلى انهيار شامل. وبعد ساعات من طلب اليابان استثناءها من القيود التجارية، أكد وزير خارجيتها أن العلاقات مع واشنطن في خطر. القرار سيكون له تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية الثنائية بيننا، وسيؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وسنرد على هذا الموضوع بعد تحديد تأثيره على الشركات اليابانية وعلى قواعد منظمة التجارة العالمية. كوريا الجنوبية التي تعد الحليف الأبرز لواشنطن في آسيا وثالث أكبر مصدر للصلب إلى أمريكا، أعلنت أنها ستدافع عن حقوقها المشروعة في التجارة العادلة، وأنها ستقاضي الولايات المتحدة فيما هددت تركيا بتطبيق إجراءات حمائية طويلة الأجل. الصين أكبر منتج للصلب في العالم، وصفت الرسوم بالعدوان الغاشم على النظام التجاري الدولي، وقالت إنها ستحمي صناعتها. ألمانيا وصفت الرسوم الأمريكية بالإهانة، وأكدت أن ردها سيكون واضحا في وقت طالب اتحاد الصناعات الألماني أوروبا بمواجهة واشنطن وبالدفاع عن حرية التجارة. كندا التي استثنتها واشنطن من القيود الجمركية قالت إنها لن تقدم تنازلات في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا مقابل استثنائها من القيود على الصلب، بينما هددت البرازيل ثاني أكبر مصدر للصلب إلى أمريكا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها، وصفة القيود الأمريكية بالمخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية. قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن بلاده لديها بواعث قلق بشأن المخاطر التي قد تواجهها شركة أرامكو النفطية إذا اختارت بورصة نيويورك موقعا لطرح عام أولي، مشيرا إلى أن مسألة حق التقاضي والمسؤولية القانونية تمثلان مصدر قلق كبيرا. الفالح قال إن بلاده يجب ألا تكون عرضة لهذا النوع من المخاطر، مشيرا إلى أن بورصة لندن واحدة من أفضل أسواق الأسهم في العالم، وإنها محكومة بقواعد تنظيمية جيدة، ولديها عدد كبير جدا من الشركات بما في ذلك في قطاعي النفط والغاز. بهذا نختم الموجز الاقتصادي ونعود من جديد إليك راميا. شكرا جزيلا لك إليسار. السيوف والخناجر الدمشقية صناعة خاصة يحفظ سرها سكان مدينة وزيرباد الباكستانية، والتي تحوي نحو 4000 مصنع خاص لها. كاميرا الميادين زارت أحدها ورصدت هذه الحرفة، ونتابعها مع بكر يونس من وزيرباد. في هذا المكان وبأساليب خاصة جدا يصنع ما يعرف بالخنجر الدمشقي. الاسم بات يطلق على هذا النوع من النص الحديدي. يقول أصحاب هذه الحرفة إنها صناعة خاصة وسرية لا يسمح بنشر طريقتها. هذا الأمر دفع بالعديد من الراغبين في اقتناء هذا النوع من الخناجر والسيوف للجوء إلى مدينة وزيرآباد شرق باكستان. المدينة باتت تعرف بصناعة الخناجر الدمشقية التي جاءت مع التجار العرب إبان الفتوحات الإسلامية لشبه القارة الهندية. نحن نعمل على صناعة هذه السيوف والخناجر لزبائننا في أمريكا وأوروبا ودول مختلفة، وتستخدم منتجاتنا في أفلام أجنبية، وهذا مصدر فخر لنا في هذه المدينة. هوليوود ليست بعيدة من هنا، فالسيوف التي استخدمت في فيلم 300 وتلك التي استخدمت في Lord of the Rings
تم صقلها هنا على أيدي هؤلاء الحرفيين الذين لا يعتمدون في عملهم إلا على آلات مساعدة، معتمدين في نتاج عملهم على العمل اليدوي ليحصل السيف على شكله ووزنه المطلوب في أعمال السينما. الخنجر الدمشقي يصنع من خلال دمج أنواع خاصة من الحديد، ونعمل على صناعة مقابض خاصة من قرون الغزال والثيران، وكل ذلك يتم بشكل يدوي تلبية لطلب زبائننا. عملية صهر الحديد وإضافة مواد خاصة لدمج عناصر صاهرة لطبقات عديدة من الحديد هي إحدى أبرز مراحل صنع الخناجر الدمشقية، كما أن هذه الخناجر والسيوف لا تناسبها إلا أغمدة جلدية خاصة تحمي حامل السيف أو الخنجر من حدة النصل. لم تنتهي صناعة السيوف والخناجر، فالكثير من الدول وتحديدا الأوروبية وأمريكا وكندا إضافة إلى صناع السينما لا يزالون يقصدون هذا المكان هنا في مدينة وزير أباد، ويعتمدون على صناعة السيوف الدمشقية فيها والخناجر التي تنتج هنا. بكر يونس، وزير أباد، الميادين. يتجول على دراجته النارية بين الأزقة الفقيرة، يلقي التحية على أصحاب المحال في بعض أحياء بيروت، ويقول إنه يطيب علاقته معهم بخدمتهم. بسام بطرس شاب يعمل في تمديد شبكة الساتلايت للبيوت، رافقته كاميرا الميادين ضمن فقرة أولاد البلد في إطار تغطية الانتخابات اللبنانية. موتور وعم موتين شرب شرب شرب. شغلتنا حلوة، علاقتك مع العالم كل يوم بيومه. أوقات علاقة مع العالم صعبة بس حلوة، بتخليك قريب من الناس. هون هاي المنطقة منازع فيها عالم درويش، نسوان هم يحضروا مسلسلات والشباب هم يحضروا الرياضة. ولحق يا معلم، أغلب البيوت مركبين تلفزيون. أيوة عطيها إيه. أيوة. ألو بونجور، بسام بدي أطلع على السطح مول معروف. يسلموا. فكر كل البنيات أسانسور. الحقني. لك بعدك تحت. وصلنا له. الناس بيقدروك لما بتخدمهم، يعني مثلا تكون دني طايفه بديش واقف تطلع على السطح بتشتغل لهم اياها تحت الشتي بشوفوها قد الدنيا. صباحو صباحو، تعوتي راسك شو بملطف حاله على طول هيك ميه كينه. الكينه مر ببكل هيدا ومنيح لجلده، ما بينفع بروك، هيدا كله كيميكلز. عيني خبريتك، ما في شيء مهم. يلا باي. شو يا بريم، ربطت الصوره عندك؟ بعدها هلا بجيب كانت ثلاث دوبل، حدا معلق مقروس شريط مطعوج. هلا بنشوف شو القصه عندي. يا رب. شوف كل هالمنطقه تيتها بيت بيت، هي طبيعه شغلنا مع العالم. عم فكر بعد هيك اذا طلعت على التقاعد بعد 20 سنه اعمل مختار بالمنطقه. فايز واحد قوي. هيدا الخال، هي البسينه لافيه على الخال، بطعميها بيهتم فيها، بس يفل بتختفي، بس يجي بتجي لعنده. ليك كيف عم تلعب بالمسرح. الو اي مان، جيت على البيت؟ انا ايه رايح لعندك. والآن إلى لقفة رياضية في ظهيرة اليوم مع الزميلة أماني مهنا. مرحبا أماني. مساء الخير. على ما يبدو هناك سعي حقيقي لبلاتر لإعادة النظر في ملفه. صحيح رامي، يعني بلاتر كان الرجل الأقوى في فيفا وفي كرة القدم تحديدا، يعني لا يستطيع أن يرى نفسه وهو واقف لا يعني ليس بيده حيلة بموضوع كرة القدم تحديدا. لكن موضوع شائك، موضوع فساد. أكيد. سنتابع تفاصيله وتفاصيل رياضية أخرى معك. تفضل. شكرا رامي. أهلا بكم. عامان ونصف عام على استبعاد جوزيف بلاتر من مزاولات العمل الرياضي، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم يسعى إلى تلميع سجله. بلاتر ينوي تقديم طلب إلى لجنة القيم في فيفا من أجل إعادة النظر في قضيته ورفع الإيقاف المفروض عليه لمدة 6 أعوام. الرجل السويسري عقب بسبب اتهامه بأكبر فضيحة فساد هزت المؤسسة الكروية عام 2015. انتقد بشدة رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 18 منتخبا. كذلك أكد تلبية دعوة الرئيس فلاديمير بوتين لحضور افتتاح نسخة 2018 في العاصمة موسكو.
انتقال نيمار إلى ريال مدريد سيكلف خزينة النادي 400 مليون يورو. صحيفة آس كشفت عن اجتماع بين والد نيمار وممثلين عن النادي الملكي في العاصمة باريس، وذلك خلال مباراة ريال مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. اليومية كشفت عن نية رئيس النادي الملكي التوقيع مع نيمار بأي ثمن، ما يعني أنه على استعداد لسداد أو سداد مبلغ 400 مليون يورو. فراس يرى في النجم البرازيلي اللاعب الأفضل في العالم مستقبلا، وكذلك سيكون الشريك الأفضل لكريستيانو رونالدو في الملعب. الحديث عن إقالة الجهاز الفني لباريس سان جيرمان يتفاعل أكثر فأكثر بعد الإقصاء من دوري 16 لدوري أبطال أوروبا. الصحافة الفرنسية وضعت لائحة من الأسماء المرشحة لخلافة المدرب أوناي إمري على رأس الجهاز الفني للنادي الباريسي، جوزيه مورينيو وبيب غوارديولا ودييغو سيميوني وأخيرا مدرب منتخب ألمانيا يوكيم لوف. سحب القيمون على الفريق الثقة من المدرب الإسباني الذي يرتبط منذ 2016 بعقد لعامين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، وما يزيد من تفاقم المشكلة العلاقة السيئة بين إمري وعدد من لاعبي التشكيلة الأساسية. بدوره سيتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تأديبية بحق باريس سان جيرمان. شغب الجمهور عبر إطلاق الألعاب النارية في مواجهة ريال مدريد سيؤدي إلى فرض عقوبة على النادي. القرار سيتخذه القيمون على الكرة الأوروبية خلال الاجتماع الذي سيعقد في 22 من الشهر الحالي. وكانت الإدارة الباريسية قد دفعت غرامة تبلغ 40 ألف يورو للأسباب نفسها في دور المجموعات. بالتصفيق المطول والتشجيع على طريقة الأبطال، ودع الجمهور الإيطالي دافيد أستوري. رحيل قائد فيورنتينا سبب ألما كبيرا لجمهور الفريق الذي حضر بعشرات الألاف لتوجيه التحية الأخيرة إليه بعدما توفي نتيجة أزمة قلبية. عن عمر 31 عاما غادر النجم الإيطالي وسط صدمة كبيرة لدى العائلة الكروية في إيطاليا. ممثلون عن نادي يوفنتوس كانوا أول الحاضرين في المأتم الشعبي، إضافة إلى ميلان الشاهد على انطلاقته الاحترافية عام 2006. في السلة الأمريكية، حسان وايت سايد قاد ميامي هيت إلى الفوز على ضيفه فيلادلفيا 76رز. اللاعب المحترف سابقا في الدوري اللبناني سجل 26 نقطة والتقط 8 متابعات، وذلك في غضون 28 دقيقة. حاول النجم الكرواتي داريو ساريتش إعادة الضيوف إلى جو اللقاء، لكن أرقامه اللافتة لم تكن كافية في ظل تحقيقه ثنائية مزدوجة مؤلفة من 20 نقطة و10 متابعات. الفوز رفع رصيد ميامي إلى 35 انتصارا ليعزز موقعه في الترتيب السابع للمنطقة الشرقية بالتساوي مع فيلادلفيا السادس. مع هذا الخبر نختم بموجز رياضي، وعودة لك رامية. شكرا جزيلا لك يا أماني. ونحن نصل إلى ختام الظهيرة، نذكركم بعناوينها. وصول قافلة مساعدات إلى دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، وتظاهرات في حمورية وكفر بطنة تطالب بخروج المسلحين. أنقرة تعلن وصول قواتها إلى حدود عفرين، واشتباكات عنيفة مع وحدات الحماية قرب ناحية بلبل. الاحتلال يقمع فلسطينيين احتجوا على تنظيم ماراثون إسرائيلي في القدس القديمة، ومستوطنون ينصبون خيما حول الحرم الإبراهيمي بالخليل. ترامب يلتقي كيم جونغ أون قبل أيار مايو المقبل، ويقول أن العقوبات مستمرة حتى التوصل إلى اتفاق. الصين ترى أن رفع رسوم الجمركية الأمريكية هجوم غاشم. اليابان تحذر من تدهور العلاقات، واجتماع أوروبي أمريكي غدا. تابعنا في الظهيرة. طهران تجمع مدن إيران وقومياتها في مهرجان تراثي ضخم يوثق تنوع البلاد. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير، إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين أيضا مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.